الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال ال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة، طقس غائم جزئي 18 درجة مئوية، الملموسة 17، أما الرطوبة 71%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها المنطقة الشمالية، حيث تسود أجواء غير مستقرة في عرعر، فرصة لزخات من الأمطار 19 درجة مئوية، أما الصغرى 10 درجات، كاكا 20 إلى 13، وتبوك طقس صافي 20 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس صافي 28 إلى 15، جدة 30 إلى 22، مكة المكرمة فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة من الأمطار 30 إلى 21، والطائف 24 إلى 15. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة تفرق لبعض الغيوم 21 إلى 14، أبها 21 إلى 12، وجازان 30 إلى 27. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 28 عفوا إلى 20، حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 20 إلى 16، والإحساء 30 إلى 19. هنا نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى الرياض، طقس غائم جزئي 27 إلى 18، بريدة زخات رعدية من الأمطار 24 إلى 17، وحائل زخات خفيفة من الأمطار 23 إلى 15. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.